عسلمة ومرحبا بيكم على الشين يوتيوب متاعي. كانكم أول مرة تكتشفوا قناتي، ما تنسيوش باش تشجعوني وتعملوا لي أبوني. ورجعت لكم كيما العادة بروسيت جديدة وبنة جديدة تعمل الكيف. أكيد كل واحد منا في الدار ينسى كعبة بنان ويتفقدهم كينكي يلقاهم هكا بديلوا لهم ميت حال والقشرة متاحهم بديت تتبدل. أكيد مناش باش نلوحوهم، ان شاء الله اليوم باش نعملو بيهم غوسيت بنانا بغيت والا كيك بالبنان وشوكولا. راهو بنا باللي نحكي لكم، بنا على بنا. وما نطورش عليكم ونخليكم تعدي وتشوفوا الغوسيت. اما قبل ما تشوفوا الغوسيت ما تنسيوش باش تشجعوني باللي جيمو لي كومونتير وبارتاجيو الفيديو وتابعوني على انستغرام اسماء البقلوتي. بالنسبة للغوسيت متاعنا باش نستحقو 3 كعبات عظم، ماذا بيكم تحطوهم ا تمبيراتور امبيونت، 3 كعبات بنان ماذا بينا يكونوا ميور، معناتها يكونوا قدامو شوية انهم يبداو طايبين، 50 غرام شوكولا تكسروها بالطريقة هذية وشوية بيبيتو شوكولا للزينة، 100 غرام زبدة تكون ذيبة وتخليوها تبرد، 75 غرام سكر عادي، ساشي سكر فاني وساشي لوفور شيميك متاع الجاتو. وبالنسبة للوزن اللي استعملتو 10 غرامات كما قاعدين تشوفو. هنا يشتر مغرفة صغيرة متاع بيكربونات هي اللي باش تخلينا الكيك متاعنا يجي هشوش على الاخر، و 200 غرام فارينة. اول حاجه في المرحله الاولى باش نعملوها ان باش نحيو البنان نحطو في صحفه ونحاولو ان بالفرشيته نرفسوه الكل مع بعضو باش نستحصلو على بنان يكون مرهوس والا مرفوس. وديما راهو على قد ما البنان متاعنا يكون طايب بالكدا على قد ما تجينا أبن، على خاطر القوم تاعو يبدأ قوي، وعلى قد ما يساعدنا أنه بالفرشيتة أنه يتهطهط بالطريقة هذية كما قاعدين تشوفوا. وباش لون البنان متاعنا ما يتبدلش ويكحل باش نزيدوها عصرات متاع قطرات قارص. هنا ما تكثروش، حكاية مغرفة صغيرة راهو يكفينا. ومن بعد باش نركضو 3 عظمات مع 75 غرام سكر والسكر فاني لين العظم متاعنا الفوليوم متاعو يتضاعف والميلانج متاعنا يولي ابيض كما العادة. وتوا باش نزيدوه البنان اللي سبق وقاديناه بالفرشيتة اللي هو تحصلنا على بيوغي متاع بنان اللي معاه عصرة القارص، وباش نخلطو المكونات الكل مع بعضها. باش نزيدوها الفارينة، نعاود نفكركم اني استعملنا 200 غرام فارينة ونكملو نركضو. بالنسبة لمدة الركضان راهو ماهوش برشا، حتى بالفوي المانيويل اللي باليد نجمو انكم الروسيت تعملوها. وتوا باش نزيدوها 100 غرام زبده اللي سبق وذوبناها، ونعاود ناكد لكم اللي لازمها راهي تكون بارده ما تكونش دافيه، نخليوها تبرد في عقلها ونكملوا نركضوا المكونات الكل مع بعضها.
باش نزيدوها الشوكولا. هنا راهي الشوكولا اختيارية، أما كما نعرفوا البنان مع الشوكولا يعطينا بنة على بنة، وكان عندكم فاكهة متوفرة تنجموا تزيدوا. وباش نكملوا بالساشي متاع الليفيغ متاع الجاتو اللي سبق وقلت لكم راهي الوزن متاعها 10 جرامات. وفي الاخر بالكل باش نكملوا بالبيكربونات. البيكربونات راهو باش يخلينا الكيك متاعنا يجي هشوش، وكما قلت لكم راهي الكونتيتي ماهيش كبيره، شطر مغرفه صغيره متاع ماكله تكفينا. وبالطبيعه نستعملوا البيكربونات اليمونتير. وهذه هي التكستور اللي تحصلنا عليها في الاخر. هنا باش نعطيكم استوس تعمل الكيف، استوس باش الكيك يجي ذوب ذوبين، هي نزيدوه زوز مغارف متاع ماء. جربوها في الاخر وتفكروني. وبالطبيعة في الوقت ذاك الفور متاعنا يكون مسخن على 150 درجة. انا هنا راني استعملت شالور تورنانت، وكان ما عندكمش كيما العادة تشعلوا الفور ساعة من لوطة، ومن بعد كل كيك متاعنا تبدا تطلع تشعلوا من فوق. وبالنسبه للمول متاع الكيك ماذا بينا انه يكون مدهون بالزبده بالباهي بالباهي بالباهي، سورتو الجنبات باش من بعد في الديمولاج متاع الكيك ما يلصقناش. وباش نجي نصب الخليط متاعي الكل، وباش نكمل الروش لي بيبيتو شوكولا. وباش ندخلوها تطيب في الفور، انا بالنسبه للوقت اللي خذيتهولي خذيت لي 45 دقيقه بالضبط بالنسبه للتطيب على درجه حراره 175 درجه شالور تورنانت. وهكا بعد ما خرجتها من الفور ردوا بالكم انكم تنحيوها من المول وهي سخونة، راهو فما ريسك كبير انها تتكسر لكم. تخليوها تبرد في عقلها، ومن بعد نحاولوا ان بسكينة الجنبات الكل نفاضيوهم ونحيوها من المول، وهكيكا تتنحى بسهولة كما قاعدين تشوفوا. وجيتنا كيك بنا على بنا، ما تكلفناش، وسخطوا عنا حاجة في الدار قدامت ونحاولنا ان نستعملوها. وكيف كيف بالنسبة للقصان، تخليوا الكيك متاعكم يبرد في عقله ومن بعد تقصوا، على خاطر ديما كان تقصوا الكيك وهو سخون راهو يتفترش لكم. ورسيتنا متاع اليوم كملت، ان شاء الله تكون غسيت واضحة ومفهومة كما العادة. وكان عندكم اي كيستيون ما تنساوش باش تكتبوا لي في لي كومونتير، ان شاء الله انا تو نجاوبكم. وشجعوني باللي جيمو لي كومونتير وبارتاجيو الفيديو، ونستنى كيما العاده لي غوتور نتاعكم على انستغرام، وان شاء الله نرجع لكم في غوسيت جديده وبنه جديده.